ولوج السلالة المتحورة لفيروس كورونا حدود التراب الوطني جند مختلف المصالح بميناء طنجة المتوسط لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط أي حالة محتملة لهذا الفيروس المستجد ضمن المسافرين عبر هذه النقطة الحدودية. وفي إطار تفعيل مخطط اليقظة الوبائية بخصوص هذه السلالة المتحورة، يقوم ضباط الصحة بالميناء بتكثيف المراقبة الصحية على مستوى جميع البواخر والكشف عن الحالات المحتملة لهذا الفيروس ضمن المسافرين. يخضعوا هاد المسافرين لتحاليل بي سي ار على مد البواخر اللي جهزتهم وزارة الصحة بمختبرات جد متطورة، وكذلك يخضعوا للفحص الطبي السريري من طرف أطقم المصلحة ديال المراقبة الصحية، ويتم التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة وفقا للضوابط الصحية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار فمصلحة المراقبة الصحية مجندة لمراقبة هذا الميناء وكذلك لمراقبة جميع نقط العبور الحدودية المغربية. ويخضع هؤلاء المسافرون لقياس الحرارة عبر كاميرا مخصصة لهذا الغرض، ويقام لهم عقبها اختبار فوري للكشف عن فيروس كورونا يؤكد نتيجة الإصابة من عدمها في 3 دقائق فقط قبل خروجهم من الميناء صوب وجهاتهم. جينا دابا من نوع الإجراءات، الحمد لله داز كلشي على خير وبخير، من 3 دقائق ما كملاش تيست رابيد ودازت بانت النتيجه تاعي في سير بلاس، والحمد لله انسان مزيان يعمل التيست ديالو يعرف شنو كاين ويعرف الا كان فيه شي وباء ولا شي حاجه قبل ما يدخل الدار ويدخلوا الدار الاهل ديالو والوالدين ديالو. وتأتي هذه الإجراءات التي تم تفعيلها بمختلف النقاط الحدودية لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية، خاصة وأن مستجد هذه الجائحة شكل تحديا فعليا لكل المنظومات الصحية في جميع أنحاء العالم.